شو الشيء اللي بيخليك متحمس للحياة؟ ما في شيء، سفر. ممكن يتخرج ساوي، ممكن يصير يعني ايه، فبتحمس يعني، في امل، في شيء براسي خلاص بيساوي هالحياة، انه في بعد شيء بس هذا الشيء الوحيد اللي خليني متحمس للحياة. هون ابدا، ممكن برا ايه، دراسة و ايه، انه رفقاتي يضلوا معي، يكون اولادي بخير وزوجي بخير، ان تكون يكونوا كل العالم بخير، يكون عنده امل، تفاؤل، ما يرجع للماضي. الامل بالشغل هو شيء كثير كويس يعني، يعني بيعطيك دافع انك تكفي يومك. حياة الاجتماعية، رفق، شغل، دراسة ورفقاتي وأهلي هن اللي مخليني إنه كفي الحياة وعيش فيها. في حافز يخليك تحبي الحياة، ما في حافز ما في، هو الحب، التفاؤل، حب الأهل، الصداقة، صداقة الوفية طبعاً، حب الحياة، نعيش بانبساط والوطن بخير والأهل والأقارب، ونعيش حياة اجتماعية طيبة دائماً، إن شاء الله الوطن بخير. أكيد ما هو لازم يكون أنت عم تطمح لتعمل كارير، يعني شغلة أنت بتحبها وعم تشتغل فيها ولتوصل لهدف فيها، هيك بتكون يعني الحالة الأمثل، أنه تكون أنت دعوتك هي عملك، وهذا هيك الواحد بيكون مرتاح ومبسوط، وأكيد مع علاقة منيحة مع الأهل والرفقات. يعيشة مزبوط الحياة، يعيشة مزبوط، والله الحياة حلوة، بس يعرف واحد كيف بده يعيشها. كان لي تفاؤل بكل شيء، هذا اللي بتحمس له على كل شيء، طموح، الهدف، ها أكتر شيء بخلينا عايشين. الأمل يمكن، بس الإيمان أقوى من الأمل، بحس الواحد يكون عنده إيمان بكل شيء عم يعمله وبده يعمله، بحقق الهدف وبيصل للطموح اللي بده إياه. طموحات الحياة يعني سؤال كتير كبير، الجواب عليه بيكون بكتير أشياء، العائلة، الأولاد، الأشياء الحلوة لازم أنت تستثمريها مشان تفيدي غيرك بعد ما تخلص رحلتك بهالحياة. طموحي، شغفي، وأحلامي أني أشتغل رح أتحققهم. طموحي وشغفي للأشياء اللي بدي أعملها بتخليني دائماً بشكل مستمر أشتغل لحتى أحقق أهدافي بحياتي. عائلتي، أولادي، جوزي، أمي الله يخليها، وإخواتي، كل شيء حلو بالحياة. وجود أهلي معي، وتاني شيء دراستي ومستقبلي لقدام، إنه بدي إيه كون حالي. الإنسان عندما يكون عنده المعنى للحياة، يعني شيء يبنيها، فهاي يعطيها طاقة إنه يتحمس له ويحتاج إنه يستمتع بالحياة، فهاي الجانبين يعطيك إنه تتحمس للحياة.